يا رب نسألك التوفيق، اللهم صل على محمد. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. وصحة سرق أو محرما نظر أو لبسه وأثما، وسبح لحاجة ومن يقف قراءة وفاتحا ما إن ثقف، ترك الآية وبعدها قرأ، وليركع إن كلاهما تعذر، وليركع إن كلاهما، نعم، وليركع إن كلاهما تعذر، كره أن ينظر فيها مصحفا إلا لفاتحته إن وقفا، وتارك الآية منها سجدا قبل وفوق الآيتين أفسدا، كفتحه على سوى الإمام، وفتحه على الإمام الحامي مكروه إلا إن لفتح انتظر أو أفسد المعنى فهذا المغتفر، فهذا مغتفر. نعم. ومن تفكر قليلا في الدنا نقص أجره ولم تبطل لنا، كدفع من بين يديه مر قد، ومن على جانب جبهة سجد. نعم. أو طيتين من عمامة اللبس، وهكذا غالب قيء أو قلس. نعم. والصحة إن سرق أو محرمة، وصحت إن سرق في أثناء الصلاة، بأن لم يكلفه عملا كان بجنبه هاتف أو مال فأخذه وساقه ضمه إليه سرقته، صحت الصلاة. أو محرمة نظرة، مرت الشخص مصلي أمامه مال لشخص فسرقه فقط، أخذه وساقه، لم يكلفه مشيا فقط، ما كلفه عملا. هذه يقول إن المعصية في الصلاة لا تبطلها، المعصية الخارجة عنها، خارجة عن الصلاة، سرق أو محرم، لذلك نص خليل وعصى وصحت إن لبس حريرا أو سرق أو نظر محرما فيها، أو توضأ بماء مغصوب، أو صلى في بقعة مغصوبة أو مسروقة، هذا خارج عن الصلاة. هذه قاعدة أصولية، هل تبطل صلاة؟ لكن مشهورة مثل مالك لا تبطل الصلاة. صحت إن سرق أو محرما نظر في أثناء الصلاة، كمن مرت أمامه مرأة فنظر إليها، والأجل أن ينظر الأجنبية عورة الأجنبية، أو عورة شخص رجل يعني يمشي بلا لباس، أو واحد نظره نظرة ليست نظرة احترام في أثناء الصلاة، فعل حراما. طبعا كان حرام قوله، لكن تشتد الحرمة إن عظم الوقت أو المكان، وعظمت الطاعة والعصيان كرمضان وكالصلاة وعرفة وكالمساجد وكالمسجد. هذه المعصية هنا أعظم من المعصية في غيرها، لأن الصلاة في نفسها ليست مكانا للمعاصي، فالسرقة في الصلاة ليست كالسرقة بخارج الصلاة، والسرقة في المسجد ليست كالسرقة بخارج، لكن الصلاة صحيحة. سرق أو نظر محرما في أثناء الصلاة، صحة سرقة أو لبس حريرا، وأثم. تركت بعض الأبيات، وغالة باللفظ من غير القرآن، يعني أن من غلط في اللفظ من غير القرآن في أثناء الصلاة كان يقرأ الفاتحة ثم غلط فقال كلمة من الأخضر أو الأخضر أو من شيء خارج غير الذكر، فإن الصلاة صحيحة إن لم يكتب ذلك والسجود البعدي. وغالط باللفظ من غير القرآن سجد بعديا كما منه وكان، نعم، شيء أفسد غير الله، كما إذا كان من القرآن ولكنه غير المعنى، لو كان من القرآن فقط وغلطه ولم يغير المعنى هذا لا شيء، لا مشكلة، لكن إذا غير المعنى أفسد أو لمعنى غير لفظا أو لمعنى أفسد، غير اللفظ كما قال أنعمت عليهم ضمت التاء، هذا صار هو المنعم،
أو غير اللي هو المعنى. يقول العام تاء عليهم فأنت قلتها بضم التاء، فمن هو هنا النعمة صارت منك أنت المتكلم. فهمت؟ أو أفسد المعنى، وذلك أيضا يغير له كما يقع. أنا قال لي واحد هنا صلى خلف إما في بئري هنا في خليج سافرسكو، يقول الذين آمنوا وعملوا الصالحات أعوذ بالله يجعل له نار جهنم، لأنه هو جاهل بالعربية. حتى هذا لو كان عنده ذوق عربي أصلا ولو لا يحفظ القرآن لتوقف، لأنه لا قال الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولم يعرف ما قبل ما بعدها لتوقف، لأنه ما يمكن يقول له نار جهنم. أو الذين كفروا يقول لهم جنات نعيم، يعني أشياء غريب، لأنه لا يعرف ما معنى الذين كفروا ولا الذين آمنوا. هذا هو كما قلت لكم ماضيا، إن الدين بدون اللغة العربية هذا غير موجود أصلا. وهذا يفسد، هذا إذا كان خطأ يفسد البعد، يفسد البعد، يفسد البعد. هو غير لفظا من القرآن ومن القرآن لكنه أفسد المعنى أو له. إذا كان عمدا بطل صلاته جدا. هو لا يعرف وهو يستمع. ها؟ لا عمدا. لكن الجهل، والجهل يقال له كالعمد. حكم الجاهل يا عمد. وذو نعاس خف ما إن سجد. إذا كان الإنسان في أثناء الصلاة وأخذته سنة نعاس خفيف لم تنقطع عنه الأصوات، ليس عليه شيء، ما إن سجد، ما نافية، ليس عليه سجود، ليس عليه شيء. ونومه مستقل وموطنه يرجع لنا وقت الوضوء. فإذا نام وانقطعت عنه الأصوات أو سال ريقه بدون شعور، أو المهم أنه مستقل لمضارك في نواقض الوضوء، مبطل للوضوء، ويا بطل الوضوء بطلت الصلاة. وذر أنينا إلا لوجع فمغتفر. وذر أنينا، نترك عنك الأنين. أنين المريض قد يكون يتحكم فيه وقد لا تعلم. أنين المريض معناها الأمنة التي تخرج من للمرض المريض. هذا دعه عنك إن كنت تقدره، إن كنت يمكنك أن تسيطر عليه فلازم أن تتركه، إلا لوجع لا تقدر على، لا يمكنك أن تمسكه فهو يخرج عفويا بدون أي مغتبر. هذا مسألة يقول والله مسألة وسعة. أنين هذا فقط الأنين في المرض، كأنين المريض، نفس المريض، واحد عنده حمى شديدة. فإذا كنت غير مريض أو مريض ممكن أن يكون هو ممكن أن تقدر عليه فلا تفعل. فقط الصوت، أصوات المريض، وأيضا قد يكون من غير المريض. كذا التنحنح، كذا التنحنح، كذلك التنحنح في أثناء الصلاة هكذا في أثناء الصلاة اتركه لضر. أما إذا كان لضر فلا حرج فيه، فإذا كان لضرر لا حرج فيه. كما من يريد أن يغير الصوت لأن تعرقل صوته في القراءة فلا بأس أن يفعل، وقد يجب عليه أحيانا. وكذلك التنخم، التنحنح بالحاء والتنخم بالخاء. التنخم قوله أخ، ما هذا التنخم لإخراج البلغم، والتنحنح لأجل إصلاح الصوت. تنحنح بالحاء والتنخم بالخاء، تنخم والتنحنح. للضرر والقلاء، لضرر لا حرج فيه بل قد يجيب. والقلاء الكراهة فيه للإفهام، فإذا فعله قليلا ليس بالكثير لأجل إفهام الشخص، دخل الشخص فقلت له يعني تبين له أنك موجود، هذا مكروه لا إذا كثر. بعض العلماء قالوا مبطل لكن مشهور الكراهة وليس مبطل. نعم. وسبح لن لحاجة من هذا تجاوز، سبح لن لحاجة من كانت له حاجة، من نابه شيء في صلاته فليقول سبحان الله سبحان الله. إذا كنت تريد حاجة سبحان الله سبحان الله، تريد أن تبين للشخص أن الكتابة في مكان كذا، أو أن الهاتف في مكان كذا، أو أن الوسادة في مكان كذا، سبحان الله. وواحد داخل سبحان الله أنت في الصلاة.
ومن يقف قراءة النفل. ومن يقف قراءة من وقف في أثناء الفاتحة. وقد يكون الإنسان يعني ينسى سمي الإنسان خصوصا من هو موجود الآن يعني وقف في أثناء الفاتحة وفاتحا ما إذا لم يجد أحد يفتح له يحل له الخطأ يصلح له خطأه ويزيل عنه هاي الوظفة ترك الآية وقرأ بعدها لأن الشرط الفاتحة أن تكون قادرة وأنت الآن لست قادرة جاءك عجز في وسط الصلاة اترك الآية وقرأ ما بعدها فإذا لم تجد أي شيء سدت عليك الطرق لا الآية ولا ما بعدها أركع الصلاة صحيحة فصار عجزا لو صححه أحد خارج من الجماعة نعم لا بأس لا أبطل الصلاة لا يصححه خارج نعم. تطلب منه التصحيح نعم. اهدنا الصراط المستقيم لتنبيه على ما بعدها نعم. يقول صراط الذين أنعمت عليهم مستمر وتقول ما قاله أنت في الصلاة وصح لك من معك أو خارج لا بأس صحح لك أحد أنت والذي لست تصحح له ذاك الخوف من أنت تصحح لشخص آخر فسيأتيك في النار نعم لكن مطلوب للصلاة واحد سمع أحد كما تسمع في موريتانيا تسمع الطالب يقرأ القرآن فيقول له الآخر أخطأت فإذا كنت في الصلاة وصححت له سمعته ويقول الحمد لله رب العالمين تجاوز آية وأنت في الصلاة فقلت له اهدنا الصراط المستقيم هذا كأنك كلمته أنت في الصلاة أما هو كونه يصلح لك فهذا لازم وما إن ثقف ما وجد لم يجد وفاتحا ما إن لم يجد أحد يصلح له ما أخطأ ما عجز عنه ترك الآية وبعدها قرأ وليركع إن كلاهما تعذر يا أنت ما وجدت الآية ولا ما بعدها سدت عليك الطرق معناها أخذتك وقفة كاملة فاركع هذا في الفاتحة أما السورة الأمر فيها سهل كره أن ينظر فيها مصحف يكره فيها أن صلاة ينظر فيها مصحف يقطعه كما ترى الناس يكون يضع أمامه تلفون ومصحف يقرأ فيه هذا فقط لسورة الفاتحة أم لا سيقول لك مكروه في الصلاة أن تقرأ فيه إلا لفاتحة إلا إذا كان الإنسان لا يحفظ الفاتحة كمل جديد في الإسلام أو رجع إلى الدين قريبا فلا يحفظ الفاتحة يحتاج أن يضعها أمامه حتى يحفظها أو يقتدي بمن يحفظ الفاتحة وقف إن كان لا يقدر على قراءتها كان يقول وتارك الآية منها سجدة نعم الفاتحة اختلف العلماء فيها هل هي واجبة في كل ركعة وهذا هو مشهور مذهب مالك إنها واجبة في كل ركعة على الإمام والفذ لذلك تكون هناك قاعدة أحيانا يوجد قول مشهور مبني على ضعيف لذلك قال من ترك الآية منها سهوا ترك الآية من الفاتحة سهوا أو آيتين هذا هو قول خليل وقول أخضر وترك آية منها أو آيتين سجد تركها ولم يتذكر حتى ركع فليترك الرجوع لهذه الآية والآيتين ويسجد القبل هذا قول وبعض العلماء قال لا إذا لم يمكنه تدارك تلك الركعة يرجع ويأتي بالركعة كامل لكن هذا المشهور المشهور أنك إذا تركت آية أو آيتين أو الفاتحة كاملة نسيتها ولم تتذكر حتى ركعت أنك تجمع بين القولين تسجد القبل مراعاة للقول أن هذه الصلاة صحيحة وتعيد الصلاة مراعاة أنها باطل هذا هو الاحتياط سواء تركت آيتين أو ثلاث آيات أو الفاتحة كلها ولم تتذكر حتى ركعت فأنت هنا تبني على قول آخر لأن الفاتحة على هذا القول سنة فهمت؟ فهمت؟ نعم فتمشي كأنك تركت السورة هذا قول هو ضعيف لكن ستبني عليه هنا وتسجد القبل ثم تقوم وتصلي الصلاة كأنك تركت ركنا من الصلاة وطال الوقت فهمت؟ نعم هذا جمع يقال له احتياطي هذا هو الأحسن الأقوال في هذه المسألة يفعل كلاهما
ولكن احذر من أن تستمع لأحد يقول الفاتحة في الصلاة في مذهب مالك لا تجب. ياك بلاد كذب واضح. وقلنا لهم مرات سجد قبل وفوق الآيتين أفسد. أيوة القول. قوله هو قال إذا كان فوق الآيتين أفسد الركعة. حينئذ إذا لم تتكرر لا بعد فوات التدارك وسيأتيك التدارك تعيد الركعة. حتى لو كان آية واحدة. فوق الآيتين فوق الآيات. ولكن قلت لك المشهور ماضيا. نعم. سواء كانت الفاتحة أو آيتين أو ثلاثة سجد القبل وبعد ذلك أعيد الصلاة. في قول الماضي يا شيخ لو كان آية واحدة. هذا وقوله والأخضر وخليل قال سجد القبل وخلص الصلاة. وإذا كان قال فوق آيتين بطلت الركعة وكانهما ترك ركوعا وسجودا. ولكن المشهورة كما قلت لك قول احتياطي وهو اللي صححه كثير من العلماء أن تسجد القبلية وبعد ذلك تعيد الصلاة. سجد القبلية وتعيد الصلاة كلها؟ نعم. ليس فقط ركعة واحدة. لا تعيد الصلاة. مراعاة الصلاة. كفتحه على سوى الإمام. هذا هو اللي فتحه على سوى الإمام. إنسان يفتح على يصلح آية لشخص غير إمامه مبطل للصلاة. هو اللي كنا وهو في الصلاة أنت في الصلاة. نعم. هو اللي كنا وفتحه على الإمام الحامي مكروه إلا اللي فتح انتظر. الإمام يحميك من بطلان الصلاة في كثير من الأمور يمنعك لأنك لو تركت السنن المبطلة فلا تبالي بها صحيح؟ نعم. لو تركت جميع السنن سوا فالإمام يحملها عنك يقال الحامي. نعم. كانوا يحميك من كثير من الأمور يحمل الإمام سهو المقتدي ولا سهو على متى من حالة القدوة. فالإمام فتحك عليه مباشرة عندما تسمع الخطأ مكروه تسارع إليه. نعم. إلا إذا انتظر الفتحة أو أفسد المعنى صار إمامك من أصحاب بيريا خليجي سام راسسكو يفسد الألفاظ كما يقول الذين آمنوا بمصالحته يتبعها وعيد النار هذا فساد معنى بادر لي تصلح له. مكروه تسارع إلا إذا كان أفسد المعنى أو انتظر الإصلاح فلا بد أن تصلح له. مكروه تسارع مباشرة تفتح له إلا إن انتظر الفتحة أو أفسد المعنى. فهذا مغتفر معناها معفو عنه بل هو مطلوب. إلا الفتحة انتظر أو أفسد المعنى فهذا مغتفر. ومن تفكر قليلا في الدنيا. من تفكر في الدنيا كلنا يتفكر في الدنيا. في الصلاة مركز تفكير الدنيا الأساس. استغفر الله من قول بلا. من تفكر قليلا يا ليته كان قليلا تفكر قليلا في الدنيا نقص أجره. ولم تبطل مذهب الفقهاء الصوفية خطير جدا. الصوفية مذهبهم أحوط مهن ضيق جدا. بعضهم يقول لا تدخل الصلاة وانت سكارى معناها مشغول بالدنيا. لا تقربوا الصلاة وانت سكارى. سبحان الله سمعت عن الصوفي جوفي شيء فنحن سكارى لا علينا الصلاة. مسكين سكارى في حب الله تعالى. ليس التصوف لبس الصوف ترقعه ولا بكاؤك إذ غنى المغنون ولا صياح ولا رقص ولا طرب ولا تغش كأن قد صرت مجنونا. بل التصوف أن تصفو بلا كدر وتتبع الحق والقرآن والدين وأن ترى خاشعا لله مكتئبا على ذنوبك طول الدهر محزونا. يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. الإمام الشافعي قال فقيها وصوفيا فكن ليس واحدا
تكون فقيها ابتداء وتصور. فكل ليس واحدا لا تكون فقيها فقط ولا صوفيا. فإني وحق الله إياك أنصح. فذلك قاسي فقيه لم يتصور، فذلك قاسي لم يذق قلبه هدى، وهذا جهول. كيف الجهل يصبح؟ من كلام الإمام من تفقه ولم يتصور مات مصرا على الكبائر، ومن تفقه ومن تصوف ولم يتفقه فقد تزندق. يعني الإمام زارو قال عليك بصوفي الفقهاء بعد أن يتفقه يتصور كشيخنا المناطر. الصوفي الفقهاء اتصف بالتصوف بعد الفقه. ولباس التقوى ذلك خير، يلبس التقوى بعد التعلم. هو الإحسان، الإسلام والإيمان والإحسان. الإحسان بعد نقص أجره ولم تبطل لنا، ولم تبطل مذهب الفقهاء كدفع من بين يديه مر. قال واحد أراد الإنسان أن يمر أمامه فدفعه، لكن هذا يفعله الإنسان الجهال يفعله هكذا، هذا ليس هو المطلوب. أنت فقط إذا مر إنسان أمامك دفعه بسهولة، إن قدرت وإلا يا مر أمامك لا يبطل الصلاة، بل هو مطلوب دفعه معنا بسهولة تمسه حتى يرجع. تعرف دائما الجماعات يدفع والناس يبطل الصلاة، فعل كثير هذا فعل كثير مبطل الصلاة. نعم. ومن على جانب جبهة سجد ومن على جانب جبهة سجد، من سجد على جانب جبهته فقد فعل الكراهة، ولكن الصلاة صحيحة، لأنه المهم أن يمس الأرض جزء من الجبهة، جبهته على الدائرة. ومن سجد كالإبليس هذا هكذا سيدي، يعني خلفه يكون في هذا مكروه، ارتفاع العجز عن الرأس فقط مندوب. لا تبركن في السجود كالجمل، يديك لا تضعهما نحو الكفل، كما قال أحمد البشير البكري شارح من عشر مفيد العباد. الطيتين الطيتين، طية ليس المراد بها هذه اللية اللي يفعلها المعتم، الطية تقال هذه. فإذا فعلت طيتين وسجدت عليهم هذا مكروه، وما فوق ذلك لا يجوز. طية هكذا، هذا واحد، هذا طاقة. ثم إذا طويتها هكذا وهكذا غالب قيء، وهكذا غالب قيء أو قلس. كذلك من كان في أثناء الصلاة كانت طيتين من هذا نعم ثقيل من نعم عادل ولكن مكروه. طيتين من عادل. وهكذا غالب قيء أو قلس. كذلك من خرج منه قيء كان طاهرا وقليلا ولم يبتلع منه شيئا بعد وصوله إلى فمه، بعد أن قدر على ربه لم يتلم، هذا يضر. انطلق منه قيء طاهر، معناه لم يتغير، لأن القيء في مذهب مالك لا يكون نجسا إلا إذا تغير على حالة الطعام. وكذلك القلس، هذا الماء الذي يطلع من المعدة أحيانا يكون غير متغير، يكون ماء عادي. فإذا كان غير متغير عن حالة الطعام عن حالة الماء فهذا طاهر. فإذا كان قليلا ولم يرد منه شيئا بعد وصوله إلى فمه الصلاة صحيحة. إذا كان كثيرا أو ابتلع منه شيء بعد قدرته على رميه فالصلاة باطلة. هكذا غالب معناه بدون قدرة، انطلق منه القيء أو القلس كبالمريض أو عنده شعور غثيان. وهو في الصلاة كيف يعرف هو هذا يعني الطاهر ام لا؟ يعرفه بالطعم، يعرفه بالطعم. طعم شيء متغير على الطعام مختلف. يعرف بطعم اللي هو سيمر على لسانه. وممكن القلس ماء. 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 أحيانا يكون مريض ليس
acid. نعم أحيانا يكون متغير يعني يكون خبيث الطعم يعني. انتهينا. اللهم صل على سيد الخلق وحبيب الحق، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا إخوان، حمد المولود في آداب الصدقة قال: يحض نفسه على الصدقة، والعلم هو باب الصدقة، مجلس علم واحد أحب إلي من عبادة 60 سنة كما قال ابن عمر رضي الله تعالى. فالعلم لولاه ما تصدق إنسان وما عبد إنسان. يقول في مأدبة الأنداب في مال الإنفاق من الأداب: فلو رأيت مخبرا صد ولو لقيت مخبرا صدوقا إن من أسواق النصارى السوق قائمة فيها رواج السلع إلى 340 لسقت نحوها جميع المال ولاقتحمت دل جلال. يقول لنفسي: لو رأيت، لو جاءك شخص صدوق لا تعلم صادق لا تعلم من كذب، متأكد 100% أنه صادق، وقال لك هنا في أوروبا أو في الصين سوق، ونحن نشاهد هذا، هناك فرصة إذا ذهبت إليها سيكون الربح 300 أو 400، هذا ما تتردد لحظة عين أنك ستخرج من أمريكا إلى الصين لمدة كم سنة لتحصل على هذا الربح بلا شك، خصوصا إذا كان برهة قليلة 2 أو 3. فكيف أنا علقت على ذلك، أكملت وذيلت وقالوا له: فكيف يا نفس وسوق الآخرة أربى وأربى ما في ذا. اللهم صل على، فلو كان الإنسان يعتقد أن هي أسواق الآخرة، يعني متأكد من سوق الآخرة أربابا جاء بحسنة فلو 10 أمثالها، ليس 100 إلى 300، 100 إلى 200. من جاء بالحسنة فلو 10 أمثالها، هذا درس من العلم. مجلس علم واحد أبو حبوا لي 60 سنة من عبادة 60 سنة. لو كانت الناس تعرف ما في العلم من الفائدة لضحت بأوقاتها وأموالها و النبي صلى الله عليه وسلم مر على حلقتين، إحداهما تذكر الله تعالى، ومعلوم أن الصحابة لن يذكر الله تعالى إلا بعد تعلم ما فرض الله تعالى. طبعا لن يذكر بهذا الجهل الذي نحن الآن فيه. وحلقة أخرى تدرس العلم، فمر على الأولى وقال هذه على خير وتجاوزها، ثم استقر مع التي تدرس العلم فقال: إنما بعثت معلما، ليبين أن العلم أولى الاشتغال به من الأذكار. ومعلوم أن الصحابة رضوان الله عليهم لن يذكروا الله بعد ما فرض الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على حلمه بعد علمه وعلى عفوه بعد قدرته. اللهم إنا نعوذ بك من الفقر إلا إليك، ومن الذل إلا لك، ونعوذ بك أن نقول زورا وأن نغشى فجورا، ونعوذ بك من شماتة الأعداء وخيبة الرجاء وعضال الداء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم. يا ربنا بحق ذي الأسماء، أسمائك يا ربي أسماء نبيك، يا ربنا بحق ذي الأسماء أعزنا في الأرض والسماء، يا ربنا بحق ذي الأسماء أعزنا في الأرض والسماء، يا ربنا بحق ذي الأسماء أعزنا في الأرض والسماء، يا ربنا بحق ذي الأسماء أعزنا في الأرض والسماء، يا ربنا بحق ذي الأسماء أعزنا في الأرض والسماء، وعلي قدرنا الدني بقدرها عندك، واسقنا رحيق سرها، عافنا بها من البلاء، وأولينا الشكر على الآلاء، والنصر عاجلا على الأعداء، والنصر عاجلا على الأعداء، أنت المجيب فأجب دعائي، وهب لنا بها لدى المنية خاتمة حسنى هي الأمنية، وهب لنا بها لدى المنية خاتمة حسنى هي الأمنية،
بأرض طيبة مرضية صلى عليه خالق البرية والدفن في البقيع بعد نشر الدين الإلهي ببلاد الكفر وأنت منا ربنا العلي لنا بحال حسن مرضي 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 وفي الختام إنني شاهد النبي صلى الله عليه وسلم صاحبي صلى وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى اله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله يا رب نسالك التوفيق